انتشر في عصرنا الحديث هذا فكرة أن ألبرت أينشتاين أذكى عالم في التاريخ، ولكن تم إبطال مفعول هذه الفكرة السائدة على أيدي علماء مسلمين قد حفرت أسمائهم على جدران العلم كأفضل علماء عرفتهم البشرية. الخوارزمي هو محمد بن موسى الخوارزمي، عالم رياضيات وفلك مسلم، ولد في عام 780 ميلادية وتوفي في عام 850 ميلادية، وعمل في بيت الحكمة ببغداد في عهد الخليفة المأمون، وله العديد من الإنجازات من أهمها الآتي: نقطتان، ترجمة العديد من المخطوطات والأبحاث العلمية والفلسفية ونشر الأبحاث الأصلية، كتابة العديد من المؤلفات في الرياضيات من أهمها كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة الذي يطرح كيفية حل المعادلات الخطية والتربيعية، المساهمة بشكل كبير في تقدم الرياضيات، فقد ألف كتاب الحساب بالأرقام الهندية، والذي يعد مسؤولاً بشكل رئيسي عن انتقال الأرقام الهندية إلى الشرق الأوسط ثم إلى أوروبا، وترجمت العديد من أعماله إلى اللاتينية، وأطلق عليها اسم الخوارزميات نسبة له. استخدام الخوارزمي الجبر لحل مشكلات الميراث وطرق تقسيمه وفقا للشريعة الإسلامية. تأليف كتاب بعنوان صورة الأرض، الذي قدم من خلاله إحداثيات دقيقة لمناطق في آسيا وأفريقيا ومناطق على امتداد البحر الأبيض المتوسط، والتي تعد أدق من التي قدمها العالم بطليموس. إنشاء خريطة العالم للخليفة المأمون ومشاركته في مشروع لتحديد محيط الأرض. تقديم مجموعة من الجداول الفلكية من خلال المصادر الهندية واليونانية. تقديم جداول تحتوي على قيم لجيب الزاوية. 2. ابن سينا هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، والمعروف في الغرب باسم ابن سينا، ولد في عام 980 ميلادية في قرية أفشنة القريبة من مدينة بخارى في أوزبكستان، وتوفي عام 1037 ميلادية، وهو فيلسوف وطبيب مسلم، ويعتبر من أبرز الأطباء وأكثرهم تأثيرا في العالم الإسلامي والأوروبي لعدة قرون، ولقبه تلاميذه بلقب الشيخ الرئيسي، في حين لقبه الأوروبيون بأمير الأطباء. كان والده حريصا على إتاحة أفضل تعليم له، حيث كان طفلا نبيها وذكيا، ففي سن العاشرة تعلم وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وأجاد اللغة العربية وأودابها، ثم درس الشريعة الإسلامية والفقه والفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية لمدة 6 سنوات حتى بلوغه سن 16، وفي سن 13 بدأ بدراسة الطب ليصبح في سن 18 طبيبا ذا سمعة وشهرة واسعة في بلدته والبلدات المجاورة لها. برع ابن سينا في العديد من المجالات الطبية، حيث استطاع علاج أمراض عديدة ومعرفة أسبابها وفهم طبيعتها، ومن أبرز إنجازاته ما يأتي: تأليف ما يقارب 450 كتابا، يوجد منها الآن حوالي 240 كتاب في عدة مجالات متنوعة تتضمن الفلسفة والطب والفلك والهندسة. تأليف موسوعة طبية شاملة باسم القانون في الطب، والتي تتكون من 5 مجلدات مؤلفة تلخص الطب العربية واليوناني، وتصف 706 عقار لعلاج الأمراض، وصف تشريح العين مع وصف دقيق لأمراض العيون مثل إعتام عدسة العين، اكتشاف بعض الأمراض المعدية مثل مرض السلي، توضيح أعراض بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، وصف الاضطرابات النفسية والتشريح العصبية للعمود الفقري في 8 فصول، وصف الفترة الخاصة بالولادة وأماكن نوم الرضع وتغذيتهم. 3. ابن الهيثم هو الحسن بن الهيثم، ولد في عام 965 ميلادية وتوفي في عام 1041 ميلادية، وهو عالم عربي مسلم ساهم في العديد من المجالات من أهمها الرياضيات والفيزياء وعلم الفلك، وله الكثير من الإنجازات من أهمها ما يأتي: تحقيق النجاح في مجال البصريات، وتأليف عدة مؤلفات من أشهرها كتاب المناظر
التميز في وضعه لنظريات تخص الضوء والإبصار، فقد أطلق عليه اسم بطليموس الثاني. الربط بين الجبر والهندسة، وتأدية دور مهم في العلوم الحديثة والهندسة التحليلية. 4. الإدريسي. ولد الإدريسي في مدينة قرطبة بالأندلس في عام 1099 ميلادية، وتركزت دراساته في النباتات الطبية، وحقق العديد من الإنجازات المميزة من أبرزها الآتي: التميز في عدة مجالات من أهمها علم النبات والجغرافيا وعلم الحيوان وعلم التضاريس، تأليف كتاب الجامع لصفات أشتات النبات الذي وصف فيه أنواعا كثيرة من النباتات المختلفة واستخلص منها عددا كبيرا من الأدوية الجديدة، كتابة موسوعات جغرافية عديدة أشهرها أنس المهجي وروض الفرج، والتي ترجمت إلى اللاتينية وانتشرت في الشرق والغرب. 5. البتاني. هو أبو عبد الله البتاني، ولد في عام 862 ميلادية وتوفي في عام 929 ميلادية، وهو عالم فلك ورياضيات عربي مسلم، وحقق عدة إنجازات منها الآتي: أول من استبدل الوتر في الرياضيات، وأول من استخدم ظل التمام، تقديم جداول للزوايا وظلال التمام الخاصة بها بتقدير الدرجات، تأليف العديد من الكتب في علم الفلك وحساب المثلثات. 6. أبو بكر الرازي. هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، هو عالم وطبيب وفيلسوف فارسي مسلم، ولد في عام 854 ميلادية، ولديه العديد من الإنجازات، منها ما يأتي: تحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات متنوعة من أهمها الطب والكيمياء والفلسفة، تأليف مجموعة واسعة من الكتب والمقالات، المساهمة بفعالية في مجال الطب وإضافة العديد من التطورات فيه من خلال فهم المسألة الطبية وإدراكها وتدوين الملاحظات عليها وإجراء الأبحاث اللازمة. 7. البيروني. هو أبو ريحان البيروني، هو عالم مسلم وفيزيائي وفلكي وباحث في علم النفس، ولد في عام 973 ميلادية، ويعد أحد أعظم العلماء الذين عرفوا في العصر الإسلامي، ومن أبرز إنجازاته ما يأتي: اكتساب معرفة واسعة وتحقيق إنجازات كبيرة في مجال العلوم، دراسة وتدوين التاريخ حيث يعتبر مؤرخاً، التحدث بأكثر من لغة منها اليونانية والفارسية والعربية والسنسكريتية والعبرية والسريانية، حيث يعرف بأنه عالم لغويات. 8. الكندي. هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق أحمد الصباح الكندي، هو عالم عربي مسلم وفيلسوف وعالم كونيات وموسيقي وعالم أرصاد جوية، ومن أهم إنجازاته ما يأتي: إدخال الأرقام الهندية إلى العالمين الإسلامي والمسيحي، براعته في الفيزياء والكيمياء والعلوم واللوجستيات، وتحقيق العديد من الإنجازات فيها. 9. الزهراوي. ولد أبو القاسم الزهراوي في عام 963 ميلادية، وتوفي في عام 1013 ميلادية، وهو طبيب عربي مسلم ومن أعظم الجراحين المشهورين في العالم الإسلامي، ومن إنجازاته ما يأتي: تأليف العديد من الكتب، من أهمها كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف، الذي يعتبر موسوعة طبية تتكون من 30 مجلدا، يضم رسومات جراحية لأكثر من 200 أداة جراحية غالبيتها من تصميمه، فكانت الموسوعة نموذجا يحتذى به للأطباء، وليس هذا فقط بل استخدمت كمرجع مهم للجراحة في الجامعات الأوروبية على مدى 5 عصور لاحقة، تحقيق عدة إنجازات مهمة منها العمليات الكبرى مثل الولادة القيصرية واستخدامه الحرير لخياطة الجروح. 10. ابن البيطار. هو أبو محمد ابن البيطار، هو عالم إسباني مسلم وأحد أعظم العلماء البارزين في علوم النبات والصيدلة في العصور الوسطى، ومن أهم إنجازاته ما يأتي:
الانتقال بين البلاد والقارات لجمع النباتات والأعشاب الطبية المتنوعة. تأليف عدة كتب من أشهرها الموسوعة النباتية بعنوان الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، والتي تضم أكثر من 1400 نوع مختلف من النباتات الطبية وفوائدها، حيث إن العديد منها لم يكن معروفا قبل ذلك. 11 ابن النفيسي هو عالم وطبيب مسلم، ولد في مدينة دمشق بسوريا في عام 1213 ميلادية، وله إنجازات عديدة في الطب، من أهمها ما يأتي: إجراء الأبحاث على الدورة الدموية ووصفها في كتبه ومؤلفاته. أول من وصف الدورة الدموية الرئوية، حيث بقي العلماء يعتمدون على نظريته التي لم تذكر ولم تشرح بهذه الدقة إلا بعد 400 عام من قبل ويليام هارفي، الذي وصفها في كتابه حركة القلب. 12 ثابت بن قرة ولد ثابت بن قرة في عام 836 ميلادية بمدينة حران الموجودة حاليا في دولة تركيا، وهو عالم عربي. غادر إلى بغداد للانضمام إلى المجموعة العلمية فيها، وقدم العديد من الإنجازات، من أهمها ما يأتي: كتابة العديد من المؤلفات في مجال العلوم، وخاصة الميكانيكا وعلم الفلك، براعته في الرياضيات في سن مبكرة، واكتشافه الأعداد الحقيقية الموجبة. 13 جابر بن حيان ولد جابر بن حيان في عام 721 ميلادية في مدينة طوس بإيران، وتوفي عام 805 ميلادية، وهو عالم مسلم معروف، من أبرز إسهاماته ما يأتي: تأليف العديد من الكتب في عدة مجالات مختلفة في العلوم، منها الكيمياء والفيزياء والهندسة والفلسفة والجغرافيا والفلك. الاهتمام بشكل بارز في الكيمياء، حيث أسس الكيمياء الحديثة ونفذ العديد من التجارب الكيميائية وأتقنها، ومنها التقطير والتبلور والتسامي وغيرها، فأطلق عليه اسم أبو الكيمياء. 14 الخيامي هو عمر الخيامي، هو عالم فلك ورياضيات وشاعر مسلم، ولد في عام 1048 ميلادية في مدينة نيسابور بإيران، ولديه العديد من الإنجازات المهمة، منها الآتي: اكتشاف طريقة تصنيف وحل المعادلات التكعيبية معتمدا بذلك على الطرق الهندسية، وضع التقويم السنوي الذي أصبح يعرف باسم التقويم الشمسي، والذي يعد أكثر التقويمات دقة، حيث إنه أدق من التقويم الغريغوري. Thanks for watching the video. Don't forget like the video and don't forget to subscribe channel.